مشاهدينا الكرام، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي السيد حسين السبعاوي. اهلا بك استاذ حسين. بدايه، في تصريح جديد لباقر جبر صولغ الذي كان وزيرا للداخليه في زمن ابراهيم الجعفري يتهم فيه المقاومه العراقيه وتحديدا كتائب ثوره العشرين انها هي من اشعلت الحرب الطائفيه في البلاد. الى ماذا يروم صولغ في هذا التصريح؟ يعني بداية أنا لست ناطقا عن الثورة العشرين وعلى أن على أي مقاومة مسلحة، ولكن باقر جبر صولغ آخر من يحق له الكلام عن الطائفية وعن السلم الأهلي، لأن حكومته في عهد إبراهيم الجعفري عندما كان وزير للداخلية امتلأت السجون وامتلأت شوارع بغداد بالجثث، ومعروف قضية الدريل ومعروف سجون بغداد كيف عانت، وتعامله كله كان على أسس طائفية. وخلاصة ما أريد أن أقوله بحق هذا التصريح أقول ينطبق عليه القول الشهير رمتني بدائها وانسلت. حقيقة هذا القول أكثر ما ينطبق على تصريح وزير الداخلية الأسبق باقر جبر صولغ عندما يتهم الآخرين بإثارة الطائفية، وهو يعلم ذلك أن هذا الكلام غير صحيح، وهو يعلم وجمهوره وحاضنته أيضا تعلم وحكومته جميعا في تلك الفترة هي تعلم من هو الطائفي ومن الذي ملأ سجون بغداد وبقية المحافظات ومن الذي كان يلقي الجثث في أطراف بغداد. هو كل يعني يعلمون، والشعب العراقي يعلم عموما بهذا الطائفي وهذه المبارزة. سيد حسين، هل تصريحات صولغ في هذا الوقت لها علاقة بتصاعد حدة الصراع بين النفوذ الإيراني والأمريكي في العراق؟ يعني أنا أعتقد هؤلاء لا يستطيعون أن يقفوا بوجه إذا أرادت أمريكا ضرب إيران، لا هؤلاء ولا غيرهم يستطيعون أن يقفوا بوجه الولايات المتحدة. هؤلاء لم يدافعوا عن وطنهم، فكيف سيدافعون عن إيران؟ لا أعتقد هؤلاء، نحن نعلم قدرة هؤلاء يعني في المعارك وفي حجم ثباتهم في ساحة الميدان وساحة الوغى، هؤلاء لا يستطيعون الثبات إطلاقا، ولكن يثيرون الفتن ويثيرون الصراعات الطائفية ويعيشون على هذه الآفات التي وجدت من بعد 2003 إلى حد هذه اللحظة. يعني هناك حديث عن اعتراف مسؤولين أمريكيين أن صولغ كان يدير فرق موت واغتيال في العراق حين كان وزيرا للداخلية، هل يحاول الآن تجميل صورته عبر رمي التهم على أطراف أخرى؟ وأيضا الولايات المتحدة عندما كانت لها كلمة في العراق وكلمة عسكرية وسياسية ومهيمنة، لماذا سكتت عنه في تلك الفترة؟ وصولغ الآن يريد أن يحسن صورته. والله هؤلاء وجهين لعملة واحدة، سواء كان باقر جبر صولغ أم الولايات المتحدة، كلاهما فتك بالعراقيين وقتل أبنائهم وشردهم وفرق وحدتهم وفرق شبلهم، ولم تستمع وحدتهم طالما هؤلاء موجودين على رأس السلطة ولهم دور في الشأن العراقي. سيد حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا لك.